ما الفرق بين beside besides؟ beside تعني بجانب، زي لما أقول come and sit beside me، تعال واجلس جنبي. الثانية besides with s، مع الاس، تعني بالإضافة إلى شيء ما أو شخص ما، زي لما أقول is anyone coming to this party besides me، في أحد غيري رح يجي للحفلة، أو ممكن أقولها بالفصحى هل يوجد أحد بالإضافة إلي سيأتي إلى هذه الحفلة؟